مرحبا، اهلا وسهلا فيكم، سلام للجميع في حلقه جديده من دار الدواء، دار الداء والدواء على قناه تي في صوت العرب من كندا. كما عودناكم بنحاول نجيب لكم اهم المواضيع اللي دائما بتفكروا فيها على مواضيع الاكل والتغذيه والسمنه والتضعيف والتنصيح وكل هاي الامور. وطبعا معنا صديقنا العزيز الدكتور سامح مصطفى اليوم مباشر ومن القاهرة. أهلا وسهلا فيك يا دكتور. حبايبي، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ دكتور عزيز، دكتور جمال، كل سنه وانت طيب. اخبارك ايه؟ يا رب بعافيه وخير. انا النهارده معاك القاهره، فلو النت مش مظبط يعني ايه، اعتذر. ان شاء الله النت تتبدل وتبقى حلقه جميله وخفيفه، ونحاول نقول الكلام بسرعه كده يعني احترازا. يلا خلينا نخش في الموضوع. انا بدي اشكرك في البدايه باسمي وباسم الجميع، لانه الساعه 2 الصبح عندك وانت سهران عشاننا اليوم، فشكرا لك مره ثانيه. اليوم بدنا حلو، نتكلم عن الفواكه والفركتوز. يعني الفواكه كنا بنحبها، طعمها لذيذ، بالضبط الكل بيعرف انها فيها فيتامينات، بس موضوع الفركتوز هذا اللي مغلبيننا فيه في الاونه الاخيره، لو تشرح لنا اياه دكتور وكنا معك. يعني الله يكرمك، الله ينور عليك. انا مبسوط قوي بالحلقه ديت عشان برجاله كتيره جدا اليومين دول، ومن ساعه ما طلعت الموضه بتاعه الكيتوجينيك دايت اللي هو احنا بنستخدمه اوريدي، احنا بنستخدمه من قديم الاكل، وقبل ما يسموه كيتو كان اسمه اتكنز والكلام ده كله، بس ابتدوا يكرهوا الناس في الفاكهه، وابتدوا يخوفوا الناس من الفاكهه، ويقول لك انت بتدخن دي بيرفكت ريسبي فور هارت ديزيزز، ويقول لك ان بيديلك فاتي ليفر، وبيقول لك ان بتعلي الكوليسترول، وبتعلي الباد فات ال اتش دي ال 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 دي اللي هو اللو دنسيتي لايبوبروتين والكلام ده كله. اوكي، حاجتين مين لازم تعرفوهم. اول حاجه ان الفركتوز وده سكر الفاكهه، والجلوكوز وده السكر العادي، دول نوعين من السكريات الاحاديه مختلفين عن بعض، حتى الميتابوليزم بتاعهم مختلف عن بعض. خلاص كده، دول بيحصل لهم تحلل، واللي بيحصل لهم تحلل بيتخزنوا خلاص كده وبيتخزنوا في الجسم. في السكر بيتحول الى الميتابوليزم بتاعه، هو ده اللي بيعلي الجلوكوز في الدم. خلاص كده، الفركتوز مش بيعلي الجلوكوز في الدم. خلاص كده، الفركتوز مش ممكن يكون بيعلي الجلوكوز في الدم، عشان الميتابوليزم بتاع الفركتوز على الليفر على طول بيتحول لفاتي اسيد، وبيبقى ستورد از جلايكوجين في الليفر. لكن الفركتوز لما بيزيد ويخش يحصل له ستورج في التيشوز، بيحصل له مينلي ستورج في المسل تيشو مش في الليفر تيشوز. اوكي، ولو نفتكر كويس قوي في الميتابوليزم بتاع السكر، لما الجسم بيبقى ما عندوش سكر في الدم وعايز يطلع سكر، مش بيحلل السكر اللي في المسل، بيحلل السكر اللي في الليفر. اوكي، وبيقول للجلايكوجين اللي في الليفر بريك داون الجلايكوجين وطلعوا الجلوكوز وان بوش ات تو ذا بلاد ستريم. خلاص كده، عشان ابقى واضح، السكر عموما مش هيلثي، الزياده منه مش هيلثي، زي ما الزياده من الفات مش هيلثي، زي الزياده من البروتين مش هيلثي، زي الزياده من اي شيء في الدنيا مش هيلثي. ولكن سكر الفاكهه يا جماعه، السكر الذي يتناول في صوره فاكهه ده ممتاز. ليه؟ انت بتاخد الفيتامينز، بتاخد المينرالز، بتاخد الانتي اوكسيدانتس، وبتاخد كل هيلث بنفيتس، وكمان مربوط في الياف، فعشان الجسم اصلا يطلع السكر من الالياف دي مش بيخليه يبقى اي نيجاتيف هيلث بنفيتس. امتى الفركتوز يبقى وحش؟ لما بيكون في صوره هاي فركتوز كورن سيرب، لما يكون في صوره عصير، خدت كل الفايبرز، خدت كل الفايبرز وطلعتها، ورحت واخد العصاره وحطيت السكر وركزته وحطيته في كوبايه عصير. هنا اقول لك انت بتاخد دوز عاليه، هنا اقول لك خلي بالك ممكن يحصل لك فاتي ليفر، هنا اقول لك الفركتوز ممكن يكون مش بنفشل ليك. لكن بصوره عامه حاجتين لازم تعرفهم: واحد، الفركتوز مش بيعلي سكر الدم، كلاما يعني ايه واضحا واحدا، الفركتوز لا يعلي او لا يرفع او لا يزيد من نسبه السكر في الدم. سكر الدم هو الجلوكوز، وتناولك لسكر الجلوكوز ده اللي بيعلي سكر الدم، لكن تناولك لسكر الفركتوز مش بيعلي سكر الدم. يعني اللي تخزين بحكي لنا الجلوكوز، انه سكر الفاكهه صحي ما في عليه مشاكل. طبعا سكر الفاكهه صحي ما عليهوش اي مشاكل،
تحديدا عندما يؤخذ في صورة فاكهة. أكيد. يعني أنت ماكل حبة فراولة. مش يؤخذ في صورة عصائر. ما تاخدوش في صورة عصائر. هتاخده في صورة عصائر مش هيبقى صح. هتاخده في صورة فاكهة مية مية. أوكي. طب يا دكتور ليش هاي الحملة الشائعة واللي الآن مشهورة كتير على سكر الفركتوز وعلى الفواكه؟ يعني الكل عم بيحكي عن هذا الموضوع زي ما حكيت تخصص الكيتو دايت وهذا شيء ذكر في القرآن وفاكهة مما يتخيرون، يعني ربنا مش هيخلق منور. مضرنا حبيبي. أنا سعيد قوي بكلمة وفاكهة مما يتخيرون، بس أقول لك ليه الحملة العشواء اللي موجودة دي. عشان لما أنا ببقى ممشيك على كيتوجينيك دايت، لما أنت بتجيلي وتقول لي يا سامح إيه رأيك، فقولك ما تخلينا الأسبوعين دول نمشي على كيتوجينيك دايت عشان نعمل تريكينج للسيستم بتاعك فنزود لك الويت لاس، أوكي؟ فتقول لي أوكي، فأم دخلك على أسبوع ولا أسبوعين كيتوجينيك دايت. لما بيحصل كده بقولك خلي بالك ولا حبة فاكهة. يعني أنا هو اللي بقولك هو لما بحطك على كيتوجينيك دايت بقول لك خلي بالك ولا حبة. ليه؟ عشان في الكيتوجينيك دايت انا عايز ادخلك في ميتابوليك شيفت، انا عايز الجسم يتعامل مع ان الفات هو الاونلي سورس اوف انرجي، فعايزك تقلل كميه الكربوهيدرات خالص، ولو قللتها ل 5% يبقى، وعايزك تزود كمية الفات عشان تغصب الجسم ان ما ياخدش source of energy الا الفات، وده صعب عشان ده مش الطبيعة بتاعتنا. يعني لما اجي اقول لك انت عطشان تقول لي اقول لك تحب اجيب لك ايه، غير هتقول لي مية، مش هتقول لي هات لي كوبات عصير، ولا هتقول لي بيبسي، هات لي مية. لكن لما اقول لك ما فيش مية تقول لي خلاص هات لي عصير، تعطش تاني، في ايه اقول لك ما فيش الا عصير، اجيب لك عصير، تعطش تالت، في ايه اقول لك مفيش العصير. هتلاقي نفسك انت جسمك زهق، بس جسمك في الاخر مديله يضطر يتحول الى انه يتعامل مع العصير ده كميه. نتيجه التحول ده ايه؟ ممكن تكون مفيده، ممكن تكون مضره. الناس اللي كان عندهم اشارات عصبيه زياده في الجسم في المخ، الناس اللي عندهم امراض عصبيه، بس لما لقوا ان الناس دول بيحاولوا يمنتينوا glycemic index بتاعهم at the low levels وما يحصلش اي سبايكس في الانسولين، لا much more stabilized. خلاص كده، عشان عندهم يعني مش عايز اقول كهربا زياده، بس عايز اقول ان بيحاول بقدر الامكان يقللوا اي ريزن يخلي الالكتريسيتي بتاعت المخ بتاعتهم تزيد. فلقوا ان الناس دول لما اتحطوا بالصدفه على دايت ده في هاي فات دايت، لقوا ان هما بيستقيموا بشكل افضل. الناس دول مفيد ليهم بيبقى ان يبقى اللايف ستايل بتاعتهم تتغير عشان تاكوميديت الكيتوجينيك دايت، عشان يبقى ليه سام هيلث بنفيتس ليهم. خلاص كده. الناس اللي بيبقى عندهم الزهايمر لقوا ان هما لما بيزود لهم شويه الفات كونتنت بتاعتهم بيحسن بروت. خلاص كده. هل ده معناه ان لازم نحطهم على الكيتوجينيك دايت؟ مش معناه كده خالص، بس معناه ان احنا لو حطينا لهم هيلثي فات في الميلز بتاعتهم وظبطنا الكالوريز بحيث ان هم ما يحصل لهمش اوفر ويت، هتلاقي نفسك بتاخد البنفيتس. مش لازم على الكيتوجينيك دايت. الناتشرال واي اوف ميتابوليزم هو انك تستخدم الكربوهيدرات كالمصدر الاول لاستخدام الطاقه مش الدهون. فلما انت بتبقى عايز تدخلك في الكيتوجينيك دايت بتبقى الفاكهه عدوتك، فدايما يطلع بقى بالحكي دي اوعى الفاكهه. طب هخليك تبقى لازم اقرات في الفاكهه كمان بقى. طب بص بقى، الفاكهه زيادتها بتعمل فاتي اسيد، والفاكهه زيادتها بتعمل لك مشاكل، والفركتوز ده سكر بعبع وبيدخنك وبيدخن لك اللوست، بيرفكت ريسبي فور هارت ديزيز. الكلام ده صح؟ الكلام ده صح في حاله واحده بس، لما بتاخده سيفير اجريسيف اكسس which is very hard to have. ليه بحب الفاكهة؟ طب أقول لك أنا ليه بحب الفاكهة. لما تاكل شوكولاتة كده تبص عليها 300 كالوري 500 كالوري شوكولاتة قد كده، وتاخد موزة قد كده وتلاقي فيها 90 كالوريز. يعني أنا ممكن أخد خمس موزات وما أخدش كمية الكالوريز اللي موجودة في الشوكولاتة واحدة، بل بالعكس كمان هاخد فيها فايبرز، هاخد فيها بوتاسيوم which is good for heart health. يعني أنت بتيجي تقول ابعد عن الفركتوز عشان صحة القلب،
وفيه البوتاسيوم والفايبرز اللي موجوده واللي مهمه لصحه القلب اللي في الموزه. يعقل؟ ما يعقلش. يبقى الواحد يكون لما يسمع الكلام يسمعه ويوزنه خلاص كده، ويحاول يفضل الجري فروت من الحاجات ممتازه جدا بيقولوا ان تقلل الكوليسترول. طب فيها فركتوز؟ فيها فركتوز. ابطل الجري فروت خلاص. كميه البوليفينولز والانتي اوكسيدنتس اللي موجوده في البلو بيريز تخلي البلو بيريز من الفاكهه اللي اتعمل عليها ريسيرش وبتقول بتحسن مستوى الذكاء. ابطل بلو بيريز عشان ليها جلايسيميك اندكس يعني يكون متوسط ويكون ممتاز. طيب ممتاز دكتور. الان اللي كل سمع اللي حكيناه لها راح يروح يطب على السوبر ماركت يجيب 10 كيلو بلوبري 10 كيلو موز ويبدا فيهم اكل، فهل هذا سيء ولا لازم نرجع للنورم الطبيعه اللي هو حبه حبتين ثلاثه حسب العينات اللي بناخذها يعني اللي هم سموها كمشه اليد؟ انا والله صعب السؤال، السؤال بتاعك ده سؤال ذكي وتوقعني انت في الاخ. بص يا والله لو انت يا دكتور جمال انت عند كده تقف على تيم هورتونز تقول له اديني دبل دبل واديني واحده دونتس، اقول لك يا عم بطاقة 10 برتقانات. هتقول لي يا دكتور 10 برتقانات حرام عليك التيل، اقول لك لا 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 احسن من وحده الدونتس اللي انت اللي فيها 350 كالوريز. طب 350 كالوري كام برتقاله؟ اضرب كده برتقاله 50 كالوري عشان سويت الحساب. 300 يعني كام؟ يعني بستة خلاص كده، واحد كمان يبقى سبع. حلو الكلام. والدبل دبل يعني فيها اثنين سكر وفيها اثنين كريمه، يعني بتتكلم في حوالي 180 كالوري في الكوبايه. خلاص كده 180 كالوري يعني كام في كام فحايه؟ كام يعني رحت لك ب 10 برتقاله؟ اربعه اربعه وثلاثه 11 برتقاله. 11 برتقانه فيها كالوريز اقل من كوبايه المافن او سوري كوبايه القهوه الدبل دبل والمافن. ليه؟ عشان فيها فايبرز. عشان تتهضم دي هتاخد وقت. حاجه تانية بقى هتنفخك، هتلاقي عندك اتمليت الميكانيكال سيجنلز اللي هتطلع من المعده للبرين تقول يا راجل ده انت اكلت كتير كفايه ده انت شبعت، هتخليك انت واخد كميه اكل كتيره لكن كميه الكالوريز قليله، فانت ممكن تاكل 10 برتقانات وتخس. لو انا هملا لك التانك بتاعك وخليك ما عندكش سبيس في التانك تاكل كتير بالعشر برتقانات فيهم فايبرز اللي هيغذوا بيودا اللي موجودة عندك في المعدة الحلقة اللي فاتت، اللي هيطلع منهم الشورت تشين فاتي اسيدز اللي هتطلع انرجي للميتوكوندريا 70% من الميتوكوندريا اللي في الجات مايكروفلورا. طب تقول لي والفركتوز راح فين يا سامح؟ يبقى اقول لك اه في الحاله دي انا بقى كنيوتريشن استعلالي، لو انت بتحب الفاكهه خليك تاكل فاكهه وما يزيدلكش اي حاجه في الفاتي اسيدز. ليه؟ او مقلل لك الفات. فالفات تجيش مع زياده الاكل من الفروت. طيب دكتور في سؤال اجانا الان من ريم عناني تسال عن المونك فروت شوجر، هل ممكن نستخدم بديل عن السكر؟ طبعا المونك فروت شوجر من الشوجرز اللي ليها جلايسيميك اندكس قليل يا ريم، وطبعا ممكن تستخدميها من غير ما تزودي جلايسيميك. حاجه ثانيه انا بحبها في المونك فروت ان هو ناتشرال سورس اوف ارتفيشال سويتنس، اوكي، وبالتالي مش هيبقى ليه او الهيلث بنفيتس ليه احسن انك تستخدمي السكر او انك تستخدمي السكرين او انك تستخدمي الاسبرتين. اثنين نوعين من السكر انا بريكومندهم، الستيفيا والمنفروت. طبعا بس عشان تعرفوا ايش هو المونك فروت انا حطيت صورته، وعباره عن نبته أيوة. غريبه يعني احنا مش موجوده عندنا في دولنا، والشجر بنباع بعلب زي هيك او بان بالامازون وكل مكان اسمه مونك فروت شوجر. بالضبط. وهتلاقيه في كاسكو قريب، لو انت في ميسيساغا او لو انت في الاماكن دي كاسكو هناك هتلاقيها فيه. يب. اذا هو افضل من السكر الابيض اللي بنستخدمه؟ هو اقل سعرات حراريه من السكر الابيض. السكر الابيض اللي احنا بنستخدمه بيبقى غالبا من قصب السكر او بيكون من البنجر خلاص كده، والسكر ده الابيض بيكون 50% منه جلوكوز و50% منه فركتوز. ده تكوينه. طيب. يعني هو طبعا احسن عشان اقل كالوريز.
الفركتوز، احنا دائما بنسمع عن العسل، والعسل مليء بالفركتوز، ما في جلوكوز كتير، في فركتوز اكثر، فهل تمام. ممكن نستخدمه ايضا كمحلي بدل السكر الابيض؟ كلام جميل، طبعا ممكن تستخدمه كمحلي بالسكر الابيض، بس ما تنساش فيه كالوريز. اوكي، بس انا سعيد قوي بسؤالك لسبب واحد بس، ان انت حطيته مع السكر. كتير جدا عشان الكالتشر والثقافه بتاعتنا بتزعل ان احنا نحط العسل مع السكر، خصوصا ان ما تنساش ان عندنا في الباك جراوند بتاعتنا ان الناس عاد بتغش العسل بان هي تاكل النحل سكر. بيقول لك لا، النحل اللي بيبقى مغذى على رحيق الازهار العسل بتاعه افضل، والعسل اللي بيكون متغذي في الشتاء عشان بيبقوا كبت في الشتاء فور وورمث ساعات اندور، بالتالي بيبقوا محتاجين ياكلوا، فبيحط لهم اطباق من السكر عشان ياخدوا الانرجي اللي محتاجينها في الهايبرنيشن بتاعهم او في الاكتيفيتيز بتاعتهم اوفر. في الحاله دي ساعات العسل بتاعهم بيسكر، فيقول لك ده عسل مغشوش، وممكن يكون مش مغشوش بس هو يعني they fed their bees with sugar. To cut the story short, honey is sugary and is a sort of sugar. Is it produced by bees? Yes, it is. Is it healthier than white sugar? Yeah, probably it could be. Is it beneficial? وجعلنا فيه شفاء للناس. I cannot talk anything. لكن is it sugar? Yes, it is. Does it have a lot of calories in it? Yes. Over consuming it, is it going to be beneficial? Probably not. فكل حاجة يعني لازم تتحط في مكانها الطبيعي. بعد إذنك يا دكتور، أنا بس بدي أركز على شغلتين في العسل يمكن الناس بسوا عنهم. في شيء مهم في العسل إنه لا يغذى للأطفال الصغار، لأنه في بكتيريا قد تضرهم، خاصة اللي هم أعمارهم قبل 6 أشهر، فبيحاولوا يبعدوهم إلى السنة، يعني قولوا بعد السنة ممكن. والشيء الثاني، للأسف أن ناس كتير بحطوا السكر بالشاي، بقول لك أنا بدي حلي السكر، فيه بكتيريا كتير نافعة اللي حكى عنها الدكتور المرة الماضية للأمعاء، وهذه يعني فوائدها حكينا عنها، عيدوا الحلقات على اليوتيوب ارجعوا لها، عملنا أكثر من حلقة مع الدكتور سامح. البكتيريا هاي بتموت لما تكون درجة الحرارة فوق 70 درجة مئوية، فلما تحط انت شاي بكون انت غالي ودرجة الحرارة يمكن 100 او اكثر من 100، فانت قتلت البكتيريا الجيدة، صح اخذت السكر بس لم تستفد من البكتيريا الجيدة، فلازم تنتبهوا على هاي الشيء بعد اذن الدكتور طبعا. لا لا لا، انت ده انا بضحك مبسوط قوي، انا يعني شايف ان احنا عاملين كومبينيشن ظريف عشان انت دكتور، فالميديكال باك جراوند بتاعتك فيري سبورتيف. يعني الكلام التاني اللي عايز اقوله لك بقى عشان اضيف، يعني لو انا بقى انتو الهاني عشان خاطر يعني اخد الهيلث بنفيتس، يعني اتعملت ريسيرش على حاجه اسمها المانوكا هاني، والمانوكا هاني دوت بروديوسد في نيوزيلند، ده البيست سورس اوف مانوكا هاني يو كان جيت، وبيبيعوه برضو في كاسكو، بس يعني the highest quality you can get will be paid for, so it is a bit pricey. لكن if you are into getting some more bacteria with health benefits of it, يبقى ده المانوكا هاني اللي هو بيبقى ده. أكيد هذا المانوكا هاني ممتاز جدا، أنا بحكي للجميع دائما عنه، بتلاقوه يمكن في كوسكو، بتلاقوه في أمازون، وكل ما عيلي الرقم تبعه الرو فاكتورز بيكون أحلى، مش هنحكي عنه كتير اليوم، بس شكرا دكتور على هذه المعلومة. دكتور، في نهاية هاي الحلقة، أنا عارف إحنا طولنا عليك وطولنا على المشاهدين، ولكن معناها كيف نخرج الفركتوز براءة من هذه التهمة التي ألصقت به، خاصة التأثير على الكبد اللي بيحكوه إنه بيسوي نون الكهوليك فاتي اسيدك فاتي ليفر، فهل هذه حقيقه ولا لا؟ الحلو دكتور، بس عفوا، انه في كل هاي المقالات بقول لك وما زالت الدراسات تبحث هذا الموضوع، يعني احنا الفروت بنشربه وبناكله من الاف السنين وما زالت الدراسات قائمه على هذا الموضوع، فهذه دائما نقطه بحطوها في نهايه المقاله. دي أحلى حاجة ممكن نختم بيها، أحلى ممكن نختم بيها، إن هو الحقيقة الواحدة الواضحة التي لا شك فيها هو القرآن الكريم. الله يكرمك يا كريم، خلاص كده، ده الحاجة الوحيدة أو ده الكتاب
ممكن تتعامل معاه على ان كل ما فيه حقائق. العلم بيتميز بحاجة مختلفة، ان ميزة العلم التغير. فالبحث اللي النهاردة بيقول الحاجة دي كويس، يطلع قدامه بحث بكرة بيقول ان الحاجة دي مش كويسة. ده مش عشان الكونفيوجن، بس ده عشان دي سمة العلم. فسمة العلم انك تبقى أوير بالمعلومات وتحاول تعمل لها أناليسز وتحاول تشوف الكونكلوجن بتاعها ايه. ومش كل الابحاث اتعملت على كل اجناس البشر، واتعملت على كل الاثنيك باك جراوند، وما اتعملتش على كل الاعمار. خلاص كده. زياده الشيء مضره، زياده الفركتوز مضره، زياده الفركتوز ممكن تعمل فاتي ليفر. لما اقول زياده الفركتوز اقول لو انا جبت لك كده بودره اسمها فركتوز، عشان اجيب بودره اسمها فركتوز بتكلم على الهاي فركتوز كورن سيرب اللي بيتحط كده اضافه وفي كل حاجه في الكاتشات الرخيصه والحاجات دي كلها، ده الهاي فركتوز كورن سيرب. اوكي، طب ليه حاطينه؟ عشان يدي الفليفر ويدي البنفيتس اللي عايزينها، وما يعملش سبايكس عشان يدي دوز كتيره في الانسولين، لكن ليه مدار يتخلي الابحاث دي منطقيه والكلام بتاعها صحيح. في نفس الوقت لما باخد الفاكهة دي فيها فايبرز وفيها فيتامينز وفيها مينرالز وفيها انتي اوكسيدنتس وفيها بوليفينولز وفيها فلافونويدز، ودي significantly important for your health. خلاص كده. كل ما زاد عن حده انقلب الى ضده، لكن زيادة الحاجة اللي من شكل طبيعي بتكون افضل بكتير من الفركتوز اللي هو الهاي فركتوز كورن سيرب اللي هو البودره. خلاص كده. حاجه تانية اقولها بقى قبل ما نقفل، الفاكهه الاورجانيك احسن من الفاكهه الان اورجانيك، والفاكهه اللي في الموسم احسن من الفاكهه اللي بره الموسم. فلو هزود زود من الحاجات الموسميه، لو هزود زود من الحاجات الاورجانيك، لو هزود اخر حاجه الحاجات اللي الجلايسيميك اندكس بتاعها قليل. الكانتالوب الجلايسيميك اندكس بتاعها قليل، اللي هو الشمام بنسميه، اللي هو الشمام. الفراوله من اقل حاجه فيها جلايسيميك اندكس، اقل فاكهه فيها جلايسيميك اندكس. والفراوله على فكره في التصنيف النباتي من الخضار، بس الفراوله اقل جلايسيميك اندكس موجود تقدري تاخديه كفاكهه. عندك كمان الجريب فروت الجلايسيميك اندكس بتاعه قليل، وعندك الشمام الجلايسيميك اندكس بتاعه قليل. والناس اللي بتاكل بذر الشمام بتاخد اوميجا 3 سورس، وبالتالي ليه هيلث بنفيتس وفي فايبرز كمان. فالفاكهه جميله يا شباب، كلوا فاكهه وبسطوا واستمتعوا، خدوها اورجانيك، خدوها ان سيزن، يعني قللوا من كميتها. لو هتزودوا من الكميه في سبيل انك تقللوا من الفات يبقى احلى. ويا رب الحلقه دي تكون فادتكم كده بمعلومات تفيدكم وتقلل البرجله اللي طالعه اليومين دول. آمين آمين. وطبعا أنا بركز كمان على اللي حكى أخينا سامي، إنه كل شيء إذا زاد عن حده صار مضر، وهذه دائما اللي بنحكيها في كل حلقة، لأنه للأسف تطلع للناس تحكي لهم عن الفيتامين سي بروح بضله يوكل فيتامين سي، بنسى باقي هذا. لا، هو لازم يكون في توازن. عشان هيك إحنا بنحاول إنه نحكي لكم دائما أكلك دائما أهم إشي. بذكر الجميع أن الدكتور سامح معنا الآن، وبنشكره أنه موجود ساعة 2 عنده في القاهرة، موجود معنا لايف في القاهرة، فأعذرونا جدا يمكن في عنده شوية تشويش أو هذا، بس الحلقة كانت أكثر من رائعة. الموقع تبع الدكتور سامح بيستقبل أي استشارات منكم على موقعه مباشر، فممكن تتواصلوا معه. مرة تانية بنشكرك دكتور سامح على وقتك. ربنا يدينا الثواب ويفيد الناس ونغير حياتهم للأفضل، ده الهدف بتاعنا. آمين آمين. ونراكم إن شاء الله في حلقة قادمة. تصبحون على خير، والسلام عليكم. تمام، السلام عليكم. مع السلامة.